بهالأيام الأجواء كانت مميزة في أبو ظبي، عدد كبير من السليبرتيز كانوا موجودين ليقدموا بيرفورمنس أو ليحضروا فعاليات سباقات الفورمولا 1، ودانا موجودة معنا بالاستوديو حتى نحكي عن تفاصيل هالأجواء. هاي دانا. هاي. مين كان من النجوم بأبو ظبي؟ يعني أبو ظبي هذا الأسبوع كانت باكت بالسليبرتيز، وكان موجود الستاند أب كوميديان ديف شابيل ومعه تيفاني هادش وعمر دياب، كانوا كلهم معزومين على برايفت دينر بأبو ظبي. وتيفاني هادش اللي انشهرت كتير كممثلة مؤخرا يعني كانت موجودة بالحفلة وبتغني وكتير كانت مستمتعة بالأجواء. بنفس الحفلة كانت أوليفيا باليرمو اللي هي فاشينيستا كتير مشهورة، وزارت متحف اللوفر وكمان مسجد الشيخ زايد. وغير الحفلات الخاصة كمان شفنا أشهر نجوم الغناء قدموا الأفتر ريس كونسرتس. صحيح، فافتتح العروض الرابر بوست مالون، بس قبل ما يبلش الجيج تاعته استمتع بأجواء الفورمولا وراح على المارينا سيركت ياس مارينا سيركت وركب السيارات السباق هناك، وبنفس الوقت زار فراري وورد وطلع على الرولر كوستر اللي يعتبر أسرع واحد في العالم، وزار كمان مسجد الشيخ زايد وتصور مع كتير من الفانز، ومن بعدها غنى لسبعين دقيقة على الستيج واستضاف very special guest وهو الرابر فرنش مونتانا اللي طلع على الستيج وغنى unforgettable، وكان بوست مالون عم بيرقص جنبه كل الوقت كأنه فان. كمان فرنش مونتانا كان عنده حفلة تانية بأبو ظبي بس هاي المرة خاصة، وكان موجود كمان أيكون وغنى أبرز أغاني. وأيضاً دانا سام سميث كان عنده كونسرت يوم السبت، وطبعاً كلنا نعرف إنه أغاني سام سميث يعني بتتميز إنها جداً حزينة ويعني ما تناسب جو الفورمولا 1 والريس. إيش رأيك؟ صحيح، فهو فعلاً أول ما طلع على ستيج حكى للناس إنه بيعرف هو قد إيه أغاني كئيبة وحزينة يمكن ما بتلبق لريس سيزون، بس هذا الشيء ما بيمنع إنه كل جمهوره بحبه وكتير تحمسوا وكانوا كتير سعيدين بوجوده، وكانوا عم بيرددوا كل أغاني معه وعم بيغنوا كل الوقت، وافتتح العربي One Last Song وكمان أغنية I'm Not The Only One. ولكل محبي روك استمتعوا مبارح بعرض Guns N' Roses اللي كان كتير حلو، على فكرة هاي مش أول مرة بيغنوا فيها بالإمارات. بس اللي حضروا عدد كبير من الجمهور هو The Weeknd اللي كمان قدم كونسرت مميز جدا، لكن صار في مشكلة دانا في البداية. صحيح، فصار في تدافع وازدحام عند احد البوابات لما اجوا يفوتوا على الستيج، فيبدو مثل ما اعلنت الشركه المنظمه انه عدد كبير من الجمهور وصل بوقت واحد، الامر اللي خلى يصير في تدافع وازدحام، وكانوا المئات من المعجبين كان صار لهم وقت طويل عم بيستنوا بالكيو ليحضروا الحفله، ولما بدات الحفله صاروا بدهم يفوتوا بسرعه، ومما ادى الى انه يصير في تدافع اكثر وخلاهم يسكروا واحده من البوابات، والمنظمين قالوا انه البنيو بيوسع ل 35,000 شخص. ولما The Weeknd طلع على الستيج أول أغنية غناها هي Pray For Me، وضل على المسرح عم بغني لـ80 دقيقة. ومن بعد الحفلة ضل بأبو ظبي لأنه عم يشتغل على مشروع جديد مع البروديوسر سال وأنغامي، وشفنا هيدا الشيء ببوست على الإنستغرام. صحيح، وغير الشغل كمان استمتع بوقته بأبو ظبي، وانتشرت فيديوهات كتيرة وصور إله مع فرنش مونتانا وهم بتصوروا فوق سيارة باتمان بجزيرة ياس، وكانت معهم أكيد بلا حديد اللي شكلها كانت كتير متحمسة إنها موجودة بأبو ظبي، فنشرت صورة لمسجد الشيخ زايد من رحلة أخذتها بالهليكوبتر فوق المدينة، وكانت متواجدة مع The Weeknd لتدعمه بالباك ستيج قبل ما يطلع على المسرح. وبما اننا بنتكلم عن بيلا وذا ويكند، فنحن بنعرف انه هم صار لهم في علاقه 3 سنوات وكانوا اون اند اوف، لكن حاليا هم ذير سو ان لاف، وطبعا سمعنا انه في اشاعات بتقول انه يمكن يكون في خطبه قريبه. يعني بيقولوا التقارير انه يعني في رينج بالهورايزن، فكثير الناس متحمسين لهذا الموضوع، وبتاكد انه هم هالمره سيريس اكثر من اي وقت سبق، وانهم حكوا بهذا الموضوع اكثر من مره.